السلام عليكم أعزائي الطلبة، راح نكتب مع بعض اليوم فقرة انطلاقة من الأفكار اللي راح نعطيها لكم. ننتقلوا من هاك كيفاش نكتبوا ونوسعوا الأفكار تاعنا ونكتبوا written expression محترمة وندي عليها نقطة مليحة. راح نقول لكم بأنه أفكار هذه راهي أو تجدوها على صفحتي على الإنستغرام، حسابي على الإنستغرام خلي لكم الآن على الشاشة ظاهر، وأيضا تلقاو الرابط نتاعو في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف، تلقاو الرابط تاع الحساب تاع الانستغرام. حساب الانستغرام انشر فيه يوميا افكار عن وضعيات، ملخصات، تمرينات، تطبيقات، حل للتطبيقات، يعني اي حاجه تستحقها في البكالوريا راني انشر بصفه يوميه على حسابي على الانستغرام. صح، فيما يخص الرايتين او الباراجراف تاع الافكار اللي كتبتها انايا، تلقاوها how to fight or prevent corruption or bribery، كيف نحارب البرايبري الرشوه. راني يعني عطيتكم افكار كيف نحارب الرشوه، والافكار هذيك راهي باللغه الانجليزيه، تحفظها كيما راهي باش توظفها الا جاتك في الباك، وايضا مكتوبه باللغتي العربيه، يعني المعنى نتاعها بالعربيه. كي تحفظ حاجه تحفظ افكار باش توظفها يعني تكون عارف معناها. سو نبداو ما نطولوش مباشره باش نكتبوا حنايا الفقره تاعنا. بيان سور هو راح يعطيك افكار، سواء هو عطاك الافكار ولا انت لقيت افكار من الانترنت ولا جمعت افكار، كيفاش تجمعهم هذوك الافكار باش تشكلوا فقره. اليوم راح نشكلوا فقره. صح، فيما يخص فقره بسيطه، ما راحش نديروا مقاله، ما راحش نديروا مقال او خطاب، او راح نكتبوا فقط فقره. وي بيلد اب ذا باراجراف، يعني راح نبنوا مع بعض الباراجراف نتاعنا. اولا او الفكره الاولى، الحاجه الاولى اللي نهضر عليها، نستعملوا دائما ما ننساوش نستعملوا سيكونترز. تسمى هذا الباراجراف ما راحش نكتبوا المقدمه ولا الخاتمه، راح نبداو شغل هذا الفقره هي تعتبر كعرض. انا باش نبدا نكتب الفقره نتاعي لازم الفقره نتاعي يكون فيها سيكونسرز. سيكونسرز هما المنظمات، الروابط المنظمه للفقره نتاعنا. الروابط تاع العرض نتاعنا هي باينه، راح نبدا باول حاجه to begin with. ثم دائما كي ندير to begin with راح نكتب الموضوع اللي طلب مني. تسمى to begin with اللي نبدا به with ماذا to begin with، مثلا قال نبدا الموضوع اللي طلب مني. موضوع مثلا تاعنا كيما شفتوا على الشاشه how to fight bribery ولا how to prevent bribery، كيف نمنع او نحارب البرايبري اللي هي الرشوه. تسمى انا ندير to begin with اللي هي نبدا بها، دائما قال ندير الموضوع نتاعي، موضوع to begin with فاصله to fight ولا كيما طهاني هو prevent لنحارب او نمنع bribery فاصله. دائما كي يقول لك to fight ولا to prevent ولا to stop to limit to end، كي يطلب منك يعني كيف نحارب، كيف سؤال، كيف كيف او اليات او ماذا يجب او هكذا او حلول ولا اقتراحات، دائما نستعملوا المودلز. هذا المودلز كيما should كيما ought to كيما must كيما need to have to، هذو نستعملوهم باش نرتبوا الافكار تاعنا. الافكار تاعنا هي كالتالي، راح تشوفوا الافكار ديرتهم لكم على الشاشه، والافكار ايضا تجدوها على الانستغرام، حسابي على الانستغرام اوكي اسما باك انجلش سبيس، هذا حسابي على الانستغرام. سو تلقاو الافكار راني دايرتهم كيفاش نحارب برايبري. تسمى to begin with فاصله to fight or prevent bribery we have to، نزيدو معنا الفكره الاولى لا مذكوره، we update bribery policies، we update bribery policies programs or programs. وظفها كيفاش وظفها، update is a verb، تسمى كي راه verb، ومادام السؤال جاب كيف ولا اقترح حلولا يعني راح نستعمل، لازم نستعمل المودل فيربس. تسمى اش راح ندير، تو بيجن ويز هذا الرابط الاول اللي نبدا به، السيكونس الاول اللي نبدا به، ومن بعد ندير شاطو لي بان مني تو فايت اور بريفنت برايبري. سو وي نبدا ديريكت واش ندير، وي نبدا ندير المودل كيما قلت لكم هاف تو ابديت انتي program or I'm sorry anti-bribery policy. Okay؟ صح،
صح. الآن نروح للفكرة الثانية اللي راكم تشوفوا فيها الآن أمامكم. كما شفتوا الفكرة الثانية training employees with anti-bribery programs to detect ماذا؟ لنكتشف ماذا؟ البرايبري. اسم الايدي هذه عندها علاقة بالايدي اللي كتبت الآن، يعني ذوك الآن كما نقولوا نتبنى يعني أفكار أو سياسات أو برامج ضد الفساد أو ضد الرشوة. وأيضا training employees يعني لازم ندرب الامبلويز تاعي، الامبلويز تاعي هما الموظفين، تسمى تدريب الموظفين على استعمال ماذا هذه البرامج باش نكتشفوا ونفيقوا باش بأي ممارسة تاع رشوة. So الفكرة الثانية عندها علاقة بالأولى، مثلا بغينا نوسعوا هنايا to update anti-bribery policy أيولا policies، نديروا هنا policies سياسات يعني تاع ضد الفساد. ثم راح ندير النقطه الاخرى ثم تو بيجن ويز، راح نكتب فكره اخرى او سيكونسر اخر ورابط اخر. الرابط الاخر راح ندير ان اديشن فاصله اضافه الى ان اديشن. So نستعمل توجور وي باسكو قال لك هاو تو فايت ولا قال لك اقترح حلول. انت كي تقترح حلول توجور تجيب سوجي من عندك وتجيب المودل الفودل فيرب من عندك. تسمى هذا المودل الاولى درناه هاف تو، دروك نديرو مثلا شود. تسمى راح ندير وي شود وراح ندير الفكره نتاعنا اللي راكم اللي شفتوها الان امامكم على الشاشه اللي هي ترينين امبلويز. وي شود نديرو وي شود ترينين شود دوموندينا لانفينيتيف. تسمى راح الفيرب تاعي نديرو في الانفينيتيف. وي شود ترين ماذا؟ employees ندرب الموظفين employees with these programs. مش قاش نعاودو نفس الكلمة اللي ذكرت لنا في الفكرة باسكو ديجا راهي مذكورة with these programs and policies. هذه البرامج وهذه السياسات المضادة للرشوة and policies to detect. كيما راهي الفكرة to detect bribery نقطة. ثم نروحوا للفكرة اللي موراها encourage reporting and whistleblowing. whistleblowing هو التبليغ والإخبار عن التجاوزات القانونية. اسمع هذه الفكرة we use it also يعني نستعملوها باش نكتبوا الباراجراف نتاعنا. ثم درنا ان اديشن نزيدوا سيكونسر واحد اخر تاع فكره اخرى مور اوفر صاي مور اوفر نديروا فاصله ايضا توجور نديروا سابجكت باسكو رانا رايحين نديروا شارع نديروا بروغرام شو بروغرام كيف نحارب حلول الى اخره. سوي درنا الموديل الاولى هاف تو موديل زوج شود موديل ثيف مثلا وي نيد تو هاي we need to encourage. ندير الفكرة نتاعنا اللي ظهر أمامكم على الشاشة we need to encourage reporting and whistleblowing. okay سما about what نخبر reporting and whistleblowing أو التبليغ. تبليغ عن ماذا؟ about عن حول ماذا أو عن ماذا؟ about bribery concerns يعني أعمال تاع bribery. bribery concerns يعني أي أعمال متعلقة بالbribery بالرشوة. الفكرة الأخيرة من وصلوا الفكرة الأخيرة راح اكيد ما نديروش مثلا furthermore ما نديروش besides. راح اكيد نغلقوا كيما هنا to begin with اللي نبدا به ومن بعد درنا الافكار الاخرى. كي نولوا في الفكره الاخيره دائما نديروا last but not least ولا نديروا finally. مثلا راح نكتب last but not least ثم ندير الفاصله ثم ندير subject نتاعي الوي تاعي. والفكرة ليكم تشوفوا فيها الآن أمامكم raising awareness. فكرة أمامكم الآن هي raising awareness what is acceptable
as gifts, for example. يعني to raise awareness, رفع الوعي. راح نكتبها هنا يا. So we نديرو موديل آخر اللي هو مثلا عنا had better. We had better. We had better. Sorry, نكتبتها خطرتين. So we had better. ماذا؟ Raise awareness. شفتوا الطريقة اللي لازم ننظموا بها الأفكار متاعنا؟ دايما كي يطلب منك حلول، اقتراحات أو كيف كذا، دايما استعمل المودل فيربس، زيد من عندك السابجكت اللي هو وي، سيرتو من يقول لك حلول أو اقتراحات أو، نديرو دايما السابجكت as we ولا people ولا، وعندنا نستعملوا السيكونسرز اللي شفتوهم الآن كيما هذو، يعني باش دايما في الأخير نستعملوا last but not least أو finally. باش نضمو الباراجراف نتاعنا. اسمع هذه فقرة كيف نحارب أو نمنع الرشوة. So هذه فيما يخص الرشوة الآن. نقدر أنا نزيد أفكار، نوسع أفكار، ما بغيش نزيد نوسع لكم أفكار اليوم. فقط بغيتكم كيفاش تنظموا أفكاركم، كيفاش تربطوا الأفكار هذوك. وأيضا بغيتكم من تلموا معلومات، تجمعوا معلومات وثقافة وأفكار عن موضوع ما وتسيو تستعملوهم في الوضعية، هذه الطريقة اللي تستعملوا بها. يعني انت يا جبت من عندك أفكار وكي توظفهم وكي تقدمهم، هذه الطريقة اللي توظف بها. الآن يبقى التوسيع. التوسيع ضروري جدا، اللي ما يعرفش يوسع معليش ما تتقلقوش، ديجا هذه وديجا مليحة. اللي يحس باللي يبغي يزيد يوسع وهذا المطلوب انك تزيد توسع الافكار، راح نتطرقوا لها في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله تعالى. So thank you very much for watching. اذا عندكم اسئله خلوا الاسئله نتاعكم في التعليقات، نرد على اسئلتكم. وايضا ما تنساوش هذا الفيديو بارطاجوه مع زملائكم. So هذا فيما يخص اليوم. Thank you very much and see you on my next video.